بسم الله وعلى أشرف المرسلين. باسمكم جميعا أشكر السادة الأساتذة الذين قدموا أوراق مهمة جدا في منهجية البحث العلمي سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي. بالنسبة لي سأخذ جانبا أراه مهما جدا وهو قواعد الكتابة في برنامج الوورد، وبخاصة أن الكثير من المقالات التي ترد إلى المجلات ترفض بسبب القضايا الشكلية، ولأن أغلبية الذين يكتبون وصارحكم القول أنهم وفنون الكتابة وتقنيات الكتابة وفنيات الكتابة يعني إلى درجة الصفر، يعني طريقة الكتابة وتقنيات الكتابة وفنيات الكتابة معدومة، يعني الإنسان يكتب كما شاء. هذا البرنامج الذي نكتب فيه اليوم يسمى برنامج الوورد، وهو جزء من برنامج الشركة الأمريكية مايكروسوفت. يتكون من مجموعة من البرامج المهمة، كاين برنامج الوورد وكاين برنامج الإكسل وكاين برنامج الباوربوينت وغيرها من البرامج. احنا اللي يهمنا الآن هو برنامج الوورد اللي هو نعتمد عليه في كتابة الكتب، في كتابة الرسائل، في كتابة المقالات، في كتابة كل شيء. وأنا أتحدث عن برنامج الوورد، أتذكر جيدا كيف كنا نكتب رسائل الماجستير بالآلة الراقنة، عندما نخطئ في بعض الأحيان في كلمة نضطر إلى إعادة كتابة الصفحة من أولها إلى آخره. فهذا البرنامج هو فتح رهيب جدا في مجال عملية الكتابة، فتح رهيب جدا، يعني الآن أي كلمة تريد أن تحذفها تستطيع أن تحذفها بسهولة، تريد أن تغيرها، تريد أن تكتب مئات الكلمات قبلها بإمكانك، تريد أن تكتب إيش يمكنك أن تكتبها بكل سهولة. إذن برنامج الوورد هو البرنامج الذي نعتمد عليه في كتابة الرسائل الجامعية، في كتابة المقالات في كتابة الكتب إلى آخره. الآن سنحاول أن نتوقف عند بعض الأخطاء وعند بعض الطرائق المهمة في عملية الكتابة. اختيار اللغة، بعض الباحثين يعتقد أنه عندما يغير اللغة مثلا عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية بإمكانه أن يكتب. هناك خانة على المستوى العلوي في برنامج الوورد باليمين ولا باليسار، اليمين تكون العربية واليسار تكون بالفرنسية في بعض الأحيان، المعني يكتب باللغة بالعربية ولكن نظام الكتابة داخل الوورد راه بلغة أجنبية، وهذا يؤدي إلى خلل كبير جدا في نظام الكتابة. إذن تحب تكتب اللغة العربية تبدل اللغة وتبدل الخانة فوق خلاص جاية على اليمين ترجعها باللغة العربية. اتجاه الكتابة اليمين، إذا كان نتكلموا دائما إذا كان جهاز الإصدار تاعو باللغة العربية تجيك على اليمين وباللغة الأجنبية تجيك على اليسار. لو كان ما تغيرش اتجاه الكتابة راك تبقى تكتب باللغة الأجنبية وأنت تعتقد أنك تكتب باللغة العربية. برنامج الوورد الحقيقة فيه مجموعة من الإصدارات، بدا من 97، 2003، 2007، 2010، 2013، 2016، 2019. آخر إصدار الآن هو 2019، وأحسن هذه الإصدارات هو هذا الإصدار الأخير. الإصدار الأخير هذا فيه فوائد كثيرة جدا. مثلا عندما يكون أكثر من فراغ بين كلمتين يدير لك إشارة باللون الأزرق أن الكلمة مكتوبة بطريقة غير صحيحة، فيضطر الكاتب إلى إصلاح هذا الخطأ، لأنه من المفترض أن المسافة الموجودة في عملية الكتابة بين الكلمة والكلمة مسافة واحدة. بعض الباحثين يدير أكثر من مسافة، واحدة، زوج، ثلاثة، وهذا يعني غير مقبول في عملية الكتابة.
هذا إذا كنت تكلمنا عن الفراغات اللي موجودة داخل النص، إذن فراغ واحد أو مسافة واحدة بين الكلمة. هناك أيضا فراغات في بعض الأحيان في النص أو في الصفحات، صفحة أكثر من صفحة، وبسبب الفراغات الموجودة الكتابة، الكتابة النص يجب أن تكون فقرات متراصة وراء بعضها البعض، لا يوجد هناك أي فراغ بين فقرة وفقرة. كذلك هناك مشكلة أخرى للفراغات، عندما تفتح قوسا أو قوسين وتكتب في هذا القوس كلمة أو جملة، لا يوجد هناك فراغ بين القوس وبين الكلمة. الكلمة الأولى يجب أن تكون لاصقة عندما تفتح القوس، وعندما تنتهي من كتابة الكلمة يجب أن يغلق القوس، لا يوجد بينك الفراغ. كذلك من الأخطاء هذه لعملية الكتابة، عندما تكتب مثلا تاريخ الميلاد أو الهجري 1920 ميلادي، لا يوجد هناك فراغ بين الأرقام وبين كلمة ميلاد اللي هي لازم تكون الميم لاصقة في الأرقام. وما ينطبق على الميلادي ينطبق على الهجري. هذه ملاحظة أخرى بالنسبة للفراغة. نجيو الآن للعنوان، عنوان البحث خاصة المقالات. الآن قريب المتفق عليه أن المقال، عنوان المقال مثلا لا يجب أن يتجاوز 12 كلمة. الصباح هذا كنت نشوف أنا في واحد المقال فقرة، عنوان مقال كاتب فيه فقرة، فقرة كاملة، هذا لا يصح. يعني احنا ممكن نتجاوزوا مقال ممكن تحتاج العنوان تاعو 12 كلمة، ممكن توصلها ل 15 لأن حسب الموضوعات. أما باش دير لي فقرة ولا دير لي زوج سطور ولا دير لي ثلاثة، هذا من اسم عمليات الكتابة غير مطلوب. كذلك في عملية الكتابة راكم تعرفوا باللي المجلات الآن كل المجلات اشترط عندها قالب معين، تصميم معين لازم تبحث فيه. يقول لك مثلا الفراغ على اليمين، الفراغ على اليسار من الأعلى. وكاين حاجة أخرى مهمة وهو نظام الورقة، نظام الورقة اللي تكتب فيها. كاين ورقة يسميوها A4 اللي هي هذا الورق، هذه يسميوها A4. كاين أقل منها يسميوها A5، وكاين أقل وكاين أقل وكاين حتى أطروة، كاين الضعف تاعها. أنت لما تروح تكتب لازم تخير النظام تاع الورقة، للأسف الشديد ما كانش اللي نعطيكم، تخير نظام الورقة اللي تكتب فيه. أنت بغيت تسحب البحث تاعك في الأكاد عندك منين دير أكاد، بغيت تسحب البحث تاعك في أطروة عندك منين ديرو في أطروة، ما تروحش تكتب فقط هكذاك في أي نظام. يعني كاين بغيت ديرو في A5 ديرو في A5. قالب المجلة مطلوب من الباحث يلتزم بكل الأمور المطلوبة، يعني ما هوش يروح يكتب كما يحب هو. ولذلك المقال لما ما تلتزمش بالقالب لما يوصل المجلة يرفض مباشرة، يرفض مباشرة. نجيو الآن لنقطة أخرى وهي الفقرات، ليزارتيكل باللغة الفرنسية. الفقرة مفروض كل صفحة تتكون من مجموعة من الفقرات، ما تروحش انت الصفحة كاملة ديرها فقرة واحدة. صفحة كاملة في بعض الأحيان نلقاو عند أخرين صفحة ونص عبارة عن فقرة واحدة، هذا يتنافى مع طرق الكتابة وفنياتها وقواعدها. ثانيا كل فقرة عندها بداية، ما لقيتوش الحل، كل فقرة عندها بداية. ياما انت تحددها في الملف تاع الوورد، الملف اللي راح تكتبه تقول له مثلا انا راح نبدا الفقرة بواحد سنتيم او واحد ونص، فلما تجي تكتب المقال ولا البحث تاعك كامل يبرمج لك هو البدايات كلها تجي موحدة. ما تكتبش انت هكذا كما تحب. الملاحظة الأخرى أيضا بالنسبة للكتابة والفقرات ما يسمى بضبط الفقرات، كاين خاصية في الوورد يسميها ضبط الفقرات. ما تكتبش انت الفقرة وفي الأخر السطر الأول، يخلص في الأخر اللي قبله شوية قبله ينقص بسنتين، اللي قبله ينقص بزوج، ومن بعد نلقاو فوضى في النهاية نتاع الفقرة. كاين خاصية تسمى ضبط الفقرة، كي ديرها في الجهاز
يضبط لك الفقره تنتهي كلها عند حد معين. هذه ملاحظه اخرى. ملاحظه اخرى ايضا بالنسبه للاعلام الاجنبيه، لما تكتبها لازم تكون باللغه الاجنبيه، باللغه اللاتينيه. اللغه اللاتينيه بالانجليزي ما على باليش، حسب الشخص اذا كان مثلا ينتمي للثقافه الانجليزيه الفرنسيه الاسبانيه، تكتبوا باللغه نتاعو، ما تكتفيش بالاسم باللغه العربيه. ربما الاستاذ في قسم اللغات ما عندهمش المشكله هذا، ولكن احنا في قسم اللغه العربيه يجيب لك اسم اجنبي ويكتبه بالعربيه ويروح يخليه. لازم تكتبوا الاسم باللغه الاجنبيه وتضعه بين قوسين. الملاحظه الاخرى ايضا اللي لاحظتها ايضا في عمليه الكتابه، ان الكثير من الباحثين يكتب لك التاريخ وما يدير لك لا ميلادي لا هجري. الان راه قريب التاريخ الهجري، الان راه قريب يطلع يوصل الميلاد. تاكد في التاريخ تقول لي 1920 ولا 780، انا راه نسال واش من تاريخ هذا، هجري ولا ميلاد؟ ما تكتبش الارقام هكذاك وتروح. الملاحظة الأخرى اللي دوختني، واحد يكتب بنص باللغة العربية والفاصلة كلها فرنسية، فاصلة كلها فرنسية ولا العكس، مقال باللغة الفرنسية والفاصلة عربية. والله والله ساعات نقول لكم ديروا وحيروا في هذا، الناس فعلا راهم يكتبون، راه الورد هذا سهل خلاص. مقال باللغة العربية والفاصلة باللغة الفرنسية. هذه قاعدة مهمة جدا. الملاحظة الأخرى علامات الترقيم، أنا ما نتكلمش على لازم علامات الترقيم تكون، هذا لا نقاش فيه، ما كانش، لكن للأسف الشديد الآن علامات الترقيم راهي راحت خلاص من الكتابة. أنا راني نتكلم الآن على كيفاش نكتبوها. لما تدير فاصلة لازم تكون لاصقة في الكلمة. وين يكون الفراغ؟ بعد الفاصلة. بعد الفاصلة. لما تحط نقطة لازم تكون لاصقة في الكلمة. وين يكون الفراغ؟ بعد النقطة. وهكذا. حنا للأسف الشديد يحط لك الفاصلة في النص، قدامها من اليمين فراغ وقدامها من اليسار فراغ، وهذا لا يصح في تقنيات الكتابة. الملاحظة الأخرى أيضا المسافة بين الأسطر. صفحة يدير لك المسافة 1 سنتيم، صفحة أخرى يدير لك 1.5، وهكذا. إذن قواعد الكتابة تقتضي منك تحدد المسافة بين الأسطر تكون موحدة في كامل البحث نتاعك. الملاحظة الأخرى أيضا تتعلق بالجداول. واحد يكتب لك نص، لما يعطيك الجداول تلقاه خارج قالب المجلة ولا قالب الكتاب، ولذلك الجداول والبيانات الموجودة في النص يجب أن تكون في حدود الفقرات ولا في حدود النص الموجود أمامنا. المشكلة الأخرى اللي دوختني هي قضية الواو، الواو في اللغة العربية. الواو في شمال إفريقيا والكلمة اللي معاها في تونس. والله في جنوب إفريقيا. الواو في اللغة العربية راهي لاصقة في الكلمة. كي نقولوا والجزائر، ما كانش فراغ بين الواو وبين الجزائر. لازم والجزائر تكون لاصقة في بعضها. علاش؟ باش كي تنتقل للجزائر الواو هذيك تروح معاه، وين راح تروح معاه. في بعض الاحيان تقرا نص قدامك في النهاية الاخر صدر الواو وحدها قاعده مسكينه يتيمه تشكي، والله نلقاوها في نص في نص النص، في وسط النص الواو هنا والكلمه هنا، وتبقى بشعه. علاش نقول لكم بشعه؟ لان برنامج الورد الاصدار الجديد تاع 2019 يكشف العورات والعيوب والثغرات والعثرات نتاع الكتابه كل كيما ديرها يفتحها لك. اذا كان كلمه عندك خطا في الاملاء، خطا في الاملاء يخرج لك خط احمر. اذا كان خطا نتاع فراغات يخرج لك خطا ازرق باللون الازرق، سطر يدير لك سطر تحت الكلمه. ايضا هذه الفوائد نتاع البرنامج هذا، لما تكون كلمه لاصقه يعني ما كانش فارق مثلا لصقه في الفاصله، يخرج لك تحت خط احمر يقول لك راك غلط في الكتابه، يقول لك لازم تبعد الكلمه، يكون فراغ وراء الفاصله وبينها وبين الكلمه. ولذلك ينبهك الى يعني الكتابه
صحيح. كذلك عندما تتكرر الكلمة مرتين، الجزائر الجزائر، يدير لك خط أحمر، يقول لك باللي راك عندك خطأ في الكتابة، انتبه. تروح أنت تحذف كلمة، هذيك الساعة تنحل هذيك الإشارات الحمراء أو الزرقاء. كذلك من بين الأخطاء اللي نلقاها في عملية الكتابة هي الإسراف في وضع علامة التعجب والاستفهام. المفروض دير علامة استفهام واحدة، كي دير لي خمسة واش معناها؟ ما تصلحش. خمسة تعجب وخمسة استفهام، يعني حتى الجهاز يدوخ قدامه يقول واش فيها الإنسان. فقط بالنسبة للأستاذ، أنا تبعت المحاضرة تاعها وعجبتني، لكن فقط أستاذ الملاحظة الأساسية، الآن المنهجية هذه راهي مدارس، المدارس حتى لما تكلموا الآن عن الولايات المتحدة، الجمعية الأمريكية لعلم النفس مدرسة قائمة بذاتها، مدرسة شيكاغو قائمة بذاتها، احنا في أقسام اللغة العربية للأسف الشديد رانا نزلنا متخلفين جدا. الآن نقول لك صراحة، روحي كثير من الأساتذة عندنا في القسم تقولي لي أبا يدوخ فيه، شنو أبا؟ ما يسمعش بها خلاص. احنا رانا إلى حد ما متخلفين بشكل كبير جدا. فقدت الأجيال الجديدة من الطلبة، وبحكم الفرض من المجلات فرضت عليهم أبا، بداو يتعلموا واش معناها أبا. مثلا التهميش الآن فيه ست مدارس، التهميش ولا نسميه التوثيق، توثيق المعلومات، فيه ست مدارس وربما أكثر، كل واحد كيفاش. ولذلك يعني من بين المشاكل المنهجية المطروحة الآن هو الإنسان لما يخطأ. أنا مع الأستاذة، أنا مع الاعتماد على المنهجيات الحديثة، المنهجيات الحديثة الآن هي الأساس. ما بقاش خطرة تقرا كتاب تلقى بالمنهجية الحديثة، يعني حتى الجمعية الأمريكية لعلم النفس، يعني كل عام عامين تخرج لنا إصدار جديد. أنت راك تخدم الخامس والإصدار الرابع، وهي راهي في الإصدار السابع الآن. يعني كل مرة العالم الآن يتغير ويتطور، وإحنا جامدون يعني لا نتحرك. ولذلك أنا أشاطرها في الدعوة إلى ضرورة الاعتماد على المنهجيات الحديثة في عمليات توثيق المعلومات. وتعرفوا الآن يعني برنامج الورد الآن يدير لك المراجع، يرتب لك قائمة المراجع، ويقوم لك بعملية التوثيق، ويهنيك من عشرات المشاكل. الإنسان اللي يعرفها راه يقدر يعني يستفيد من هذا البرنامج إلى أبد. كيما مثلا الإكسال يفيدك في كثير من الأمور تاع الحسابات، فالورد أيضا يعاونك بزاف في عمليات الكتابة. الملاحظة الأخرى، نتكلم على أقسام اللغة العربية اللي ما زالوا يهمشوا بالطريقة الكلاسيكية، يعني في بعض الأحيان لازم نحافظوا على المساحة نتاع الهامش. إذا الهامش يحتاج 5% من الصفحة، تحافظ على 5%، ما تروحش أنت ترجع الهامش أكثر من المتر، ترجع الهامش أكثر من المتر، والله الهامش هذاك ترجع تكلم فيه على كل شيء. يعني المفروض نغيروا الكثير من التقنيات الآن. ملاحظة أخرى نسيتها اللي هي الكلمات المفتاحية. بين كلمة مفتاحية وأخرى كاين الفاصلة المنقوطة، ما تحط لا نقطة ما تحط لا فاصلة، تحط ما يسمى بالفاصلة المنقوطة. عندما تنتهي من الكلمات المفتاحية اللي لازم تكون بين ثلاثة وخمسة تحط نقطة النهاية، أما بيناتها لازم تكون فاصلة منقوطة. يعني هذه تقريبا اهم الملاحظات، ومادام تسمحوا لي، مادام ما عنديش قدامي البرنامج ما نقدرش نشرح لكم بزاف، يعني هذه فقط امور نظريه من راسي، اكتفي بهذا، ولكم مني كامل التقدير على حسن الاسلام.